ارتفعت حصيلة التسمم الغذائي إلى ما يزيد عن 80 حالة تم نقلهم إلى مستشفى الونزة، كما أن أغلب الحالات التي تم استقبالها هم أطفال صغار. وحسب آخر المعلومات، توقفت مصالح الشرطة صاحب محل بيع الأكل الخفيف كإجراء أولي، كما أمر وكيل الجمهورية عناصر الشرطة بفتح تحقيق فوري في هذه الحادثة. التفاصيل في ميكروفون سليم دريدة. استقبلت المؤسسة العمومية لاستشفاء الونزة مساء هذا اليوم من حوالي الساعة 10 مساء عدة حالات مصابين بالتسمم الغذائي، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وهذا المادية والبشرية. الساعة 10 مساء بدأ توافد العديد من المواطنين في حالة تسمم غذائي جماعي. العديد من المواطنين من الساعة 10، نحن الآن إلى الساعة 2 صباحا، الآن إلى رانا في حدود 80 حالة. تم التكفل بجميع هذه الحالات منذ بداية توافدها. سما جا نقعد في الدار وجا جاب كسكروت معاه كلاه ثمك، حكمته ما جا بدا يتقيا، هبطوا للسبيطار. كيف السبيطار داروا له الاجراء تاعو الدواء داووه من هنا ونخرجوا.